Conseil KFM. الإذاعة الأولى في تونس. متابعة الحالة الوبائية بولاية سليانة لمجابهة فيروس كورونا. عنا إلى حدود اليوم 30 وصلنا 5621 حالة إيجابية. منهم سجلنا يوم 30 27 حالة. عنا سجلنا كذلك حالة وفاة. ربي يرحمه وربي يصبر أهله. إضافة لذلك أنه عدد البوزيتيفيتي معناها الحالات الإيجابية في الجهات ككل. عنا في بعض الجهات وصلت حتى 40% و 50% والظاهر حتى 60%. خاصة كما تعرف في بعض المرافق قضينا إجراءات استثنائية طاقة على المستشفى أوكيبي. أنا هذايا العدد ارتفع ريسك المعتمديات الكل. كذلك في المستشفى الجهوي عندنا كذلك في الروحية 7 حالات على 10 اللي هم 70% بروكيباسيون. عندنا في بعرادة في بربو كيف كيف عندنا 40%. عندنا 62% بضعفور. إضافة إلى بعرادة عندنا في حدود 25% بروكيباسيون يعني منظمة الغنام حتى نفس المستشفى الجهوي. هذا بالنسبة للحالة الوبائية. تود بوزيتيفيتي اللي شفناها يوم 30 في حدود 24% إجمالا. أما هذايا خاطر ما تعرف الترونت هو آخر الأسبوع وحتى النوم دي تيست ما كانوش برشا. عملنا الحملة في بعرادة وصلنا في تود بوزيتيفيتي بتاعها في حديد 25% من عدد الحالات اللي قمنا لهم بالتحاليل اللي هما طلعوا إيجابيين. إن شاء الله بحول لها الأسبوع الجاي تخف علينا شوي الحالات الإيجابية مع حالات الإيواء من المستشفى اللي هي تقلقنا برشا. بتعرفوا أنتم الإمكانيات عندنا 105 أسرة اللي هم في جهة سيانة. الحمد لله لحد الآن ما وصلناش للطاقة القصوى نتاع الامتلاء نتاع الأسرة وما زلنا حتى بعض الحالات ناخذوا في المرضى من جهات أخرى من القيروان من زغوان من تونس ما باش تضافر جهود كل الموجبات الجايه. من نعول عليه نحن هو اكثر حاجه هو تحسيس المواطن للتسجيل لانه الملاذ بتاعنا الوحيد هي التطبيق. وكيف ما تعرف نحن عملنا حمله في اخر الاسبوع للخطوط الاماميه بصفه عامه نسموها كومباني موبيل فرق المتنقله. قمنا في المستشفيات المحليه في المعتمديات الكل لقحنا في حدود 530 شخص اللي هم فوق 60 سنة معظمهم ما همش بسجلين. قمنا بالتسجيل بتاعهم في وقتهم وقمنا لهم بالتلقيح وإلى حد الآن عندنا في حدود 60%. احنا توك قدام وحدة الأكسجين المركزية. طبعا تعرف أنت اللي ازدياد عدد الوافدين على القسم باش يتطلب أكثر احتياج للأكسجين. فاحنا حاولنا باش تداو اي مشكل في 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 نقص في الاكسجين عند المرضى تاعنا. قمنا باشغال لاضافه وحده لاضافه شبكه احتياطيه للاكسجين باش نزيدوا نضعف طاقه الضغط.